أسعد الله أوقاتكم وإلى نشرة إخبارية موسعة من قناة 29 أكتوبر، ونبدأها بالعناوين. مسلمو أوروبا يحتفلون بعيد الفطر بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. قصف مستمر على مصانع الصلب في أوكرانيا، وجونسون يحيي أوكرانيا ويتوقع هزيمة لروسيا. بوادر أزمة دبلوماسية، روسيا تصعد ضد إسرائيل وتتهمها بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا. شولتز: الغزو الروسي لأوكرانيا يجبر أوروبا على تعزيز استراتيجيتها الدفاعية. والداخلية الألمانية تحث المواطنين على تخزين الغذاء والدواء. اعتداءات على مقبرة في السويد تضم رفات مسلمين خلال عيد الفطر. وحريق هائل يلتهم غابات في نيو مكسيكو الأمريكية ويتسبب في نزوح مئات العائلات. فيديو يظهر سطو مسلح من قبل مراهق روماني على متجر لبيع التبغ في فيينا، والشرطة تغلق الشارع. 7 إصابات في حادث حافلة في فيينا بسبب الفرامل. وخطر انقطاع الكهرباء لا زال يواجه سكان النمسا العليا وخطط للطوارئ. انتشار طاعون الفئران بسبب مكب نفايات في فناء لمنزل بلدية في فيينا. احتفل المسلمون في الدول الأوروبية يوم الاثنين في 2 مايو بعيد الفطر بمناسبة انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث بدأت الاحتفالات بإقامة صلاة العيد في الصباح الباكر في المساجد والأماكن المفتوحة بعد 2 من جائحة كورونا، وذلك في العديد من أبرز الدول الأوروبية ومنها ألمانيا والنمسا وإسبانيا وكرواتيا وصربيا والبوسنة والكوسوفو وغيرها من العديد من الدول الأوروبية. وتقضي العادات في العديد من الدول الإسلامية باجتماع العائلات في مثل هذا اليوم وارتداء ملابس جديدة وتلقي الأطفال للهدايا. وفي آخر تطورات الحرب الأوكرانية، قصفت القوات الروسية مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية في أوكرانيا اليوم، مؤكدة تقارير سابقة عن غارات على المصنع المحاصر، حيث قال العمدة إن أكثر من 200 مدني ما زالوا محاصرين. ووفقا لوكالة الإعلام الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها بدأت في تدمير مواقع إطلاق النار الأوكرانية التي أنشئت بعد أن استغل المدافعون وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، والذي سمح لعدة مجموعات من المدنيين بالفرار من المصنع في اليومين الماضيين. وسياسيا، أخبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أوكرانيا اليوم أنه يعتقد أنها ستهزم روسيا وتكشف من هو المخطئ والجاني لغزو الكرملين، وهو يستحضر زعيم بريطانيا في زمن الحرب وينستون تشرشل للتأكيد على دعمه لكييف. ويذكر أن جونسون هو أول زعيم غربي يخاطب البرلمان الأوكراني منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، حيث حيا جونسون شجاعة البلاد في تفجير أسطورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي لا تقهر على حد قوله. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إسرائيل يوم الثلاثاء بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، مصعدا بدرجة أكبر خلافا بدأ عندما زعم لافروف أن أدولف هتلر قد تكون له أصول يهودية. وانتقدت إسرائيل لافروف الاثنين، قائلة إن زعمه الذي أدلى به أثناء حديثه عن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي وهو يهودي افتراء لا يغتفر، ومن شأنه أن يقلل من مآسي محارق النازية. وندد زعماء عدة دول غربية بتصريحات لافروف، واتهم زيلنسكي روسيا بنسيان دروس الحرب العالمية الثانية. وقالت الخارجية الروسية في بيان إن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائر لابيد متعارضة مع التاريخ، وتفسر بدرجة كبيرة سبب دعم الحكومة الإسرائيلية الحالية لنظام النازيين الجدد في كييف، حيث رد وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوريتز على بيان وزارة الخارجية الروسية بعد فترة وجيزة قائلا: لا يوجد نظام نازي جديد في أوكرانيا، زيلنسكي ليس نازيا. وانتقد ما أسماه الدعاية الروسية التي تقارن بين غزوها لأوكرانيا وحرب الاتحاد السوفيتي ضد ألمانيا النازية. وخلص هوريتز إلى القول: نعم، تدعم إسرائيل وحدة وسيادة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي الوحشي. وأكدت موسكو مجددا وجهة النظر لافروف بأن كون زيلنسكي من أصل يهودي لا يمنع أن يكون نازيون جدد يحكمون أوكرانيا. وقالت في بيان مناهضة السامية: في الحياة اليومية وفي السياسة لم تتوقف، بل على العكس يجري تغذيتها في أوكرانيا. تأكيد لافروف أن هتلر من أصول يهودية جاء في مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية يوم الأحد، ردا على سؤال عن سبب قوله إن روسيا تحتاج
لتخلص أوكرانيا من النازيين إذا كان رئيسها نفسه يهودياً. ويذكر أن إسرائيل أبدت دعمها لأوكرانيا بعد الغزو الروسي، لكنها تجنبت في البدء انتقاد موسكو مباشرة ولم تطبق العقوبات الرسمية المفروضة على الأثرياء المحيطين بالرئيس الروسي، إذ كانت تخشى تصدع العلاقات مع موسكو التي تتمتع بنفوذ في سوريا المجاورة. ولكن العلاقات توترت وزاد ذلك في الشهر الماضي بعدما اتهم لبيد روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وعلى صعيد آخر، قال المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم إنه لا يمكن لأحد أن يفترض أن روسيا لن تهاجم دولا أخرى نظرا لانتهاكها للقانون الدولي في أوكرانيا، وأن ألمانيا ستدعم فنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. حيث قال شولتز في بيان لوسائل الإعلام ويحيط به رئيسا وزراء السويد وفنلندا ماغدالينا أندرسون وسانا مارين إن الغزو الروسي لأوكرانيا كسر أمر ما بعد الحرب العالمية الثانية ويجبر أوروبا على تعزيز استراتيجيتها الدفاعية. طلبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيتزر من المواطنين تخزين الغذاء والدواء تحسبا لأي حالة طارئة، مشيرة إلى مخاوف من هجمات سيبرانية على البنية التحتية الحيوية لبلادها. وأضافت الوزيرة إذا انقطع التيار الكهربائي فعليا لفترة أطول أو تم تقييد الحياة اليومية بطريقة مختلفة فإن من المنطقي في هذه الحالة وجود مخزون طوارئ في المنازل، حيث طلبت بمراجعة تدابير الحماية الضرورية على جميع الأصعدة وليس التقنية فقط بل الغذاء والدواء والإسعافات الأولية. ولفتت فيتزر إلى أن وزارتها تفكر في إعادة تنشيط عدد من مآوي الحماية في ألمانيا. وفي سياق متصل، أعلنت ألمانيا الأحد الماضي وهي إحدى الدول الأوروبية الأكثر اعتمادا على روسيا في مجال الطاقة منذ ما قبل الحرب في أوكرانيا أنها نجحت في الحد من هذا التوجه بشكل كبير، لا سيما بالنسبة للفحم والنفط. ويذكر أن برلين أعلنت قبل عدة أسابيع أنها تريد الاستغناء تماما عن النفط والفحم الروسي بحلول نهاية العام، حيث أنها أيدت حظرا أوروبيا على الغاز الروسي. إلى السويد، حيث تعرضت مقبرة تضم رفات مسلمين في مدينة مالمو جنوب السويد خلال أول أيام عيد الفطر لهجوم عنصري نفذه متطرفون مجهولون. وقالت الناطقة باسم شرطة مالمو نيلس نورلينغ للتلفزيون الرسمي السويدي إن الهجوم أسفر عن حدوث أضرار في شواهد 20 قبرا، فيما أطلقت الشرطة السويدية تحقيقا في الحادثة. وأضاف نورلينغ أن المقابر التي تعرضت للاعتداء تضم رفات مسلمين ومسيحيين أرثوذكس. وقد أفاد التلفزيون الرسمي السويدي بأن الاعتداء ظهر في اليوم الأول من عيد الفطر خلال زيارة العائلات للمقبرة. وبدورها قالت الشرطة السويدية إنها لا تملك معلومات حول الحادثة، مطالبة شهود العيان بتقديم المعلومات لها. ويذكر أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفعت وتيرة الممارسات العنصرية للمتطرفين في السويد منذ أن قام اليميني راسموس بالودان زعيم حزب الخط المتشدد بإحراق نسخة من المصحف الشريف، حيث كثف زعيم حزب الخط المتشدد مؤخرا من أشطته لإحراق نسخ القرآن الكريم والتي يقوم بها منذ عام 2017. وفي ذات السياق، يذكر أن الشرطة السويدية تسمح باستمرار لفعاليات الناشط اليميني المتطرف بالودان مع حزبه الخط المتشدد المعروف باستفزازاته المناهضة للإسلام رغم حرقه مرارا للقرآن الكريم. طلبت سلطات مدينة لاس فيغاس بولاية نيو مكسيكو الأمريكية من مئات الأسر إخلاء منازلها على الفور يوم الاثنين، وذلك مع تسبب الرياح الشديدة والطقس الجاف حريق غابات هائل يستعر على مشارف المدينة. وقال مسؤولو هيئة الغابات الأمريكية في نيو مكسيكو إن الحريق المسمى كاف كانيون أتى على أكثر من 103,000 فدان، أي ما يعادل أكثر من نصف مساحة مدينة نيويورك حتى صباح يوم الاثنين، بينما أحرق مناطق ضربها الجفاف في شمال غربي المدينة التي يسكنها 13,000 نسمة. ويذكر أن كاف كانيون هو أكبر حريق غابات نشط في الولايات المتحدة والأكثر تدميرا ضمن 12 حريقا في الجنوب الغربي. ويقول علماء إنها أوسع انتشارا ونشبت قبل موعدها هذا العام بسبب تغيير المناخ. وإلى آخر وأهم الأخبار المحلية، حيث قام رومالي يبلغ من العمر 19 عاما بالسطو على أحد متاجر التبغ وتهديد السلاح في منطقة هيرنالس، حيث قام تاجر التبغ بإبلاغ الشرطة خلال دقائق والتي حضرت على الفور. ويذكر أن الشاب لم يتمكن من الفرار، وذلك بحسب مقطع فيديو، فقد أغلقت قوات الشرطة الشارع وحاصروا المبنى التجاري بكامل عتادهم من أسلحة وسترات واقية، وقاموا بالتواصل مع اللص لكي يخرج أو سيتم التدخل من قبلهم.
وقد أصيب تاجر التبغ الذي يبلغ من العمر 59 عاما، حيث تم نقله إلى المستشفى وتم اعتقال الروماني الذي يخضع الآن للتحقيق. ويذكر أنه كان هناك خلاف بين الروماني وتاجر التبغ. وقع حادث حافلة اليوم حوالي الساعة 8 صباحا في منطقة بينتينغ، حيث كانت الحافلة في طريقها إلى هوتلدورف، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، من بينهم 4 أطفال، 2 من الكبار في حالة خطيرة. وقالت المتحدثة باسم فينا لينين: أراد سائق الحافلة التحقق من الباب الخلفي بسبب عيب ما، حيث بدأت المركبة بالتدحرج بسبب عدم تأمين الفرامل بالشكل الصحيح، مما أدى إلى اصطدام الحافلة بشجرة. ويذكر أن الحادث أدى أيضا إلى عواقب في أماكن أخرى، لأنه بعد أن اصطدمت الحافلة بالشجرة استولت أيضا على محطة محول بقوة 10,000 فولت. يحذر السياسيون في النمسا العليا مرة أخرى وبشكل عاجل من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك بسبب توقعات في انقطاع الكهرباء من أسبوع حتى 14 يوما بدون الكهرباء، حيث وكما ذكرت صحيفة هويته هذا لا يمكن تصوره بالنسبة لمعظم المواطنين، ولكنه واقع حال كما ذكر عضو مجلس الدولة المسؤول مايكل لانجر. وقد تم الآن تقديم خطة طوارئ في النمسا العليا، وقد وضعها السياسيون مع جمعية الحماية المدنية وسلطات المقاطعات، حيث تلقت كل بلدية الآن مجلد يتم فيه تلخيص أهم المعلومات. ويذكر أنه في حال انقطاع الكهرباء فلن يكون هناك مياه للشرب لمعظم المنازل، ولن تعمل أجهزة المنازل الكهربائية أو التدفئة. وفي فناء لبناء بلدية في فيينا منطقة مارغريتن يتحول مكب نفايات، حيث وثقت الصور على فترات منتظمة الظروف السائدة في جزء حاويات القمامة، من أكياس الروث وعلب البيرة والزجاجات المكسورة إلى قطع الأثاث القديمة. كما يبدو أنه يتم التخلص من كل شيء هنا، وقد لجأ مستأجرون إلى فينا بونن بعد أن تمت زيادة تكاليف الإيجار، وبحسب ما ورد الوضع لم يتحسن بعد الزيادة. ويذكر أن المستأجرة المتحدثة إلى الصحيفة قالت أن القمامة التي تضم بقايا الطعام يقال أنها بالفعل تنشر هناك طاعون الفئران، وأنه في الأيام الأكثر دفئا تنتن رائحة قذرة، وحتى الحمام أصبح الآن مشكلة لكثير من السكان، حيث أن بعض الشرفات لم تعد صالحة للاستعمال. هذه هي نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.